اهلا بيكم كي جي 2، معاكم ميس نجلاء مدرسه فيوتشر بايونيرز، والنهارده حرف جديد من حروف اللغه العربيه. حرفنا النهارده اسمه خ، اسمه خ، صوته خ، صوته خ. حرف الخاء حرف قوي، لازم انطقه بصوت قوي، خ خ. اسمي خ، صوتي خ، شكلي شرطة طايرة في الهوا، نص دايرة كبيرة نازلة تحت السطح وعليها نقطة. طيب احنا كبرنا في كي جي 2، هنشوف دلوقتي حرف الخاء في أول الكلمة وفي الوسط وفي الآخر. الخاء يا أصحابي شكله في أول الكلمة راسه بيميل على السطح وبيفرد إيده، لما بيفرد إيده راسه بيميل على السطح، وما ننساش فوق راسه النقطة. خ زي كلمة خاتم، خاتم، خا، يبقى حرف الخاء شرطة مايلة على السطح، فاردة ايديها وما ننساش عليها نقطة. وبعدين المد بالألف وحرف التاء وحرف الميم، خاتم، يبقى حرف الخاء في أول الكلمة عمل ايه؟ فرد ايده، في وسط الكلمة هيفرد ايده الاتنين، زي كلمة نخ، نخ، سامعين صوت الخاء؟ جاي في الوسط، يبقى هيمسك الحرف اللي قبله وهيمسك الحرف اللي بعده، زي كلمة نخلة، نخلة، هنا حرف الخاء مسك النون ومسك حرف اللام. الحرف في آخر الكلمة بيعمل إيه؟ بيرجع لأصله. ليه؟ في آخر الكلمة مفيش حد تاني هيمسك إيده، فإيه؟ بنرجع نص دايرة بتاعته تاني، زي كلمة بطيخ، الخاء جت في الآخر. يلا تعالى نشوف كده، بي تي خ، حرف الخاء شرطة طايرة نص دايرة كبيرة وما ننساش عليها نقطة. تعالوا نشوف صوت حرف الخاء هو عليه فتحة، صوته ايه؟ خ خ خ. الصوت القصير بتاع الفتحة بتاع الخاء خ خ خ. طيب هيكون معاها كلمة ايه؟ خروف، خروف. مين يجي معايا يكتب كلمة خروف؟ يلا نشوف حروفها، خ خ خ، في أول الكلمة فرد إيديها، خ ر ر، صوت الراء. طيب قلنا حرف الراء من الحروف إيه؟ المنفصلة الشائية، اللي هيجي بعديها ها هيقف بعيد عنها، خ رو رو رو، صوت الراء صوت طويل، يبقى بعديها مد بالواو، خروف ف ف. الواو من الحروف الشائية المنفصلة، فمش هتمسك الحرف اللي بعدها، والفاء في آخر الكلمة هتعمل إيه؟ هترجع لأصلها، يبقى خا خروف. الخاء عليها ضمة، خو خو خو، زي كلمة خبز، خبز، خبز. مين يكتب معايا كلمة خبز؟ يلا نكتبها مع بعض، خ خ، حرف الخاء وعليه ضمة. طب حرف الخاء في أول الكلمة يعمل إيه؟ يفرد إيده، خ خ ب ب، صوت إيه ده؟ صوت الباء في وسط الكلمة، هيعمل إيه؟ بيفرد إيده الاتنين، خبز ز، صوت حرف الزاي، والزاي سنة فوق السطر وبتزحلق ومنساش عليها نقطة. دلوقتي نشوف حرف الخاء مع الكسرة، خي خي، زي كلمة ايه يا أصحابي؟ كلمة خيار، كلمة خي خي خيار. يلا نكتبها مع بعض، ها خي خي، يبقى حرف الخاء في أول الكلمة يفرد ايده وتحتيه الكسرة، خي يا يا. صوت ايه يا أصحابي؟ صوت الياء، يا يا. صوت قصير؟ لا، يا مس نجلاء، ده صوت طويل، يبقى بعديه مد بالألف، خي يا يا ر ر راء. أحسنتم، يبقى خاء كسرة خي خي خيار. أما يا أصحابي السكون، قلنا بنقف عند الحرف ونمسكه، خ خ، زي كلمة إيه؟ زي كلمة نخ، نخ، سمعت صوت الخاء؟ نخ، ما قلتش خا خي خو، نخ نخ
نخلة نخلة. يلا نكتب كلمة نخلة. ن حرف النون. ن ن خ خ صوت الخاء وسط الكلمة، هتفرد ايديها الاثنين. نخ ل ل صوت اللام وهيفرد ايده الاثنين. طيب بعد اللام التاء المربوطة هتعمل ايه؟ نعمل لها رقبة ونحط عليها نقطتين. نخ ل ه صوت التاء المربوطة. الخاء يا أصحابي مع الأصوات الطويلة هنشوف صوته هيتغير إزاي. خاء فتحة ومد بالألف هتبقى خاء خاء زي كلمة خاء تم خاء تم. خاء فتحة ومد بالألف خاء خاء زي كلمة خاتم. خي خي زي كلمة إيه؟ نخلة ونخلة ونخلة نخيل. نخلة ونخلة ونخلة أكتر من اتنين هتبقى إيه يا أصحابي؟ هتكون كتير، هيكون اسمهم إيه؟ نخيل. يبقى لما أشوف أكتر من نخلة أقول عليهم إيه؟ نخيل. خاء كسر ومد بالياء خي خي نخيل. خو خو خو. خاء ضم ومد بالواو خو خو زي كلمة صخور زي كلمة صخور. برضو يا أصحابي شايفين هنا عندي إيه؟ صخرة وصخرة. صخرة دي اللي هي زي الطوبة كده، طوب بس من إيه؟ قوي جدا صعب إن إحنا نكسره، فبنقول عليه اسمه إيه؟ صخرة. طيب صخرة وصخرة وصخرة وأكتر من اتنين أقول عليهم إيه يا أصحابي؟ أقول عليهم صخور. صخور صخور. تعالوا نشوف يا أصحابي إزاي نحلل كلمات حرف الخاء إلى حروف. كلمة خبز، كلمة خبز حرف الخاء لما يرجع لأصله شرطة طايرة ونص دايرة وعليه النقطة والضمة. خب بق حرف الباء هيرجع لأصله ونحط تحتيه النقطة ونرفع إيديه الاتنين لفوق. حرف إزاي؟ سنة فوق السطر واتزحلق ومنساش عليها النقطة. أما كلمة خروف حرف الخاء شرطة طايرة نص دايرة ومنساش عليه نقطة. وحرف الراء حطه بشرطة سنة صغيرة فوق السطر واتزحلق وعليه الضمة علشان بعديه مد بالواو. وبعدين حرف الفاء دايرة ومشي على السطر ورفع ايديها لفوق. وبكده نكون خلصنا حرف الخاء. أشوفكم إن شاء الله في حرف جديد من حروف اللغة العربية.